إذن مشاهدينا ومستمعينا، ينضم معنا مباشرة من القاهرة الداعية الإسلامي الدكتور عمر خالد. مساء الخير أبو علي. اهلا بك، اهلا بك يا علي، اهلا يا علي. مساء الخير، هكروا حسابك ولا لسه؟ لا ان شاء الله، الشر برا وبعيد. الله يخليك، الله يخليك. يعطيك العافيه. مشاهدينا ومستمعينا، سيكون ان شاء الله محور حديثنا في كل جمعه مع الداعيه عمر خالد. سيكون ان شاء الله الحديث مشاهدينا ومستمعينا في كل جمعه، هذا الحديث سيكون ان شاء الله عن قصة دنيوية نستفيد منها وإياكم مشاهدينا ومستمعينا بعبر ودروس مستفادة. في كل جمعة سنغير هذه القضايا أو المحاور. اليوم إن شاء الله لقاؤنا مع داعية الإسلامي الدكتور عمر خالد بعنوان مختار، وهو كن عظيما. اهلا بك علي، اهلا يا علا، وطبعا مشاهدي الام بي سي غاليين جدا. الحقيقه المعنى اللي انا عايز اقوله النهارده، ناس كتير عندها طموح، وناس كتير عندها مواهب، وناس كتير شاطره في الدنيا دي، وفي ناس حققت نجاحات، وفي شباب عنده امكانيات وعنده قدرات وعنده مواهب، بس هي الناس ليه بعد شويه بتكتفي باللي عندها؟ يعني الناس بتقف عند حد، عند ليميت كده، وتقول والله كفايه كده. هو حقق نجاح مثلا في شاب في الثانويه العامه وجاب درجات كويسه، تلاقيه بعد كده في الجامعه يجيب درجات قليله. هي طلعت الاولى في الجامعه، السنه اللي بعديها خلاص عادي، هو فريق كوره خد بطوله اسيا ولا خد، وبعد كده مش فارقه انه يتقدم كتير. هو رجل اعمال، عمل شركه كبيره، وبعد كده ما فكرش انه يكبر ويكبر ويكبر. فالحقيقه في قصه انا تفاعلت معها. انا كنت في مطار هيثرو في لندن، وداخل المطار فلقيت في وسط المطار في حته واسعه جدا اعلان كبير جدا جدا جدا، والاعلان معمول بالفوتوشوب، يعني هو مش حقيقه متركب، عباره عن زرافتين، والزرافتين عايزين ياكلوا من شجره، بس الشجره عاليه عنهم رغم ان الزرافه عظيمه يعني طويله يعني، لكن ايه مش طايلينها. فمتركب فوق الزرافتين زرافة تالتة راكبة فوقيهم وطايلة الشجرة وبتاكل منها، وكاتبين تحت بص الطريقة، وكاتبين تحت: إذا كنت عظيما وتستطيع أن تكون أعظم فلا تتردد. وصلت الرسالة يا علي؟ وصلت يا علا؟ وصلت. لو أنت عظيم وتقدر تكون أعظم، ليه مش عايز تبقى اكتر؟ عمر بن الخطاب من العشرة المبشرين بالجنة، لكنه ما اكتفاش وقال والله الحمد لله يعني تمام كده، شكرا انا اروح. ده فضل يبذل لغاية اخر يوم من عمره، طب وليه ما بقاش اكتر، وليه ما بقاش اكتر، وليه ما بقاش اكتر. الراجل اللي عمل كنتاكي اللي احنا بناكل منه دون، كان ماشي بعربية بيشوي، بيعمل عليها فراخ مقلية في ولاية كنتاكي، لكن كان عنده الحلم، ليه ما يبقى صورتي وشركتي وأكلي بياكل منه كل بني آدم في العالم؟ ليه العرب والمسلمين بيقفوا عند درجة ويقولك كفاية كده؟ ليه ما بنشوفش شركات مالتي ناشونال تكون عربية؟ ليه ما بنشوفش شباب موهوبين يدخل الأولمبيات اللي جاية في لندن وياخد ميداليات ذهب ويكتفي أنه هو طلع في بطولة أسيوية من الأوائل؟ ليه طموحنا بيقف؟ إذا كنت عظيما، فكرة الزرافة اللي طلعت فوق الزرافتين، لأن مش كفاية أن الزرافة طويلة، ليه ما بقاش أعلى؟ ليه ما علاش أكتر وأكتر؟ عمر بن عبد العزيز له كلمة جميلة جدا، بيقول إن لي نفسا طواقة، طواقة يعني طموحة قوي، اشتقت يوما أن أتزوج فاطمة بنت عبد الملك بن مروان اللي كان خليفة فتزوجتها. ها، مش كفاية، فاشتقت أن أكون واليا على المدينة فصرت واليا على المدينة، فاشتقت أن أكون خليفة للمسلمين فصرت خليفة للمسلمين. والآن لماذا تشتاق يا عمر؟ فأم قايل: والآن تشتاق نفسي إلى الجنة. عمال يدور، عايز يجيب الأعلى، الأعلى، فلقى أن الجنة أعلى حاجة. فأنا فكرتي يا علي وفكرتي يا علا بهديها للشباب الموهوبين ولرجال الأعمال وللناس الناجحة: لو انت عظيم وتقدر تبقى اعظم، ارجوك ابذل مزيد من الجهد. طيب دكتور، يعني كلامك رائع جدا، ويعني ذكرت احد الاشخاص مره قال لي انه بداخل كل منا اسطوره، هناك من سعى لتحقيقها وهناك من رماها. يعني كيف يعني نحث شبابنا العربي والاسلامي على انه يطور من نفسه، على انه يهذب نفسه، ليس على تحقيق اسطورته هو لذاته قبل اي شيء؟ يعني هو الموضوع عايز الاول قرار، يعني غيره كده جوه الشباب وجوه الناس.
عايز اعلى، لا مش كفايه. يعني الفكره اللي انا بحكيها النهارده اصلا محتاجه انها يقتنعوا بيها، دي اول خطوه يا علا في النقله. انت مقتنع ان انت موهوب؟ طب انت عايز تكتفي ولا ايه رايك تبقى احسن واحسن واحسن؟ يعني القناعات هي رقم واحد، انا مقتنع بكده. النقطه الثانيه باللبناني يتعب على حاله، يعني يشتغل على نفسه، يعني بالمصري يتمرمط شوية علشان يحقق الحلم بتاعه ويكبره ويكبره ويكبره. يعني نقطة واحد قناعات، نقطة اتنين مجهود على الأرض. أنا ليا جار إنجليزي يا علي، أنا جاري دون 70 سنة، ليا جار وسنه حاجة وسبعين سنة. لما كنت عايش في انجلترا الاقيه كل يوم الصبح خارج رايح نازل يعني، وهو متقاعد ومنحني وماسك في ايده كراسه وقلم، فبقول له رايح فين؟ قال لي انا رايح الكورس بتاعي 70 سنه. فبقول له كورس ايه؟ قال لي تاريخ الفن في اوروبا. انت متخيله؟ متخيل يا علي؟ سامعني؟ ايوه سامعك ابو علي. فرايح ياخد تاريخ الفن في اوروبا، فانا قلت لنفسي تاريخ الفن في اوروبا ايه ده؟ الراجل ده بعد سنتين هيبقى تاريخ، يعني انت متخيل في سن 70؟ الآن فهمتها يا أبو علي. ويقعدوا الآن فهمتها يا أبو علي. طيب المشكلة دكتور عمر، انه يعني غالبية التعليقات الآن بدأت بالتوالي علينا، يقول لك اللي طالع فوق راسه بتنكسر، وفي واحد يقول لك طيب هتلر بيقول لن أرحم الضعفاء حتى يصبحوا أقوياء، فإن أصبحوا أقوياء فلن تحل عليهم رحمتي. كيف نتعامل بين هذا وذاك أبو علي؟ بدقيقة لو سمحت. يعني ده كلام الناس اللي مش عايزة تشتغل يا علي، ده كلام الناس اللي خايفة إنها تنجح. يعني اللي بيقول لك انا خايف اعلي راسي احسن تتكسر، انا هقول له مثل عكسي، هو ربنا على سقف السماء ليه؟ ايوه هو هذا الكلام. يعني مش كان ممكن يبقى سقف السماء زي سقف الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي يبقى واطي؟ تخيل بقى نبقى قاعدين في سقف لكن ربنا على سقف السماء عشان حلمك يروح بعيد. دكتور والله دكتور سقف السماء بعيد علشان احلامك بلا حدود. انت متضايق من الاستوديو تبع ام بي سي؟ هنغيره لك. حبيبنا يا دكتور. انا فكرتي، ايوه الله يخليك، انا فكرتي يا علي ويا علا، انتوا أيوة. في برنامجكم ده أيوة. اليس عندك طموح يا علي؟ صحيح. وعندك طموح يا علا ان البرنامج يبقى اعلى واعلى واعلى؟ وهو كذلك. وهو كذلك دكتور. ليه فرق الكرة العربية بتكتفي انها تاخد بطولة وتنام عليها؟ صحيح. ليه شاب موهوب يكتفي ان هو خد جايزة ويقف عليها؟ فين الطموح في بيت شعر جميل بيقول ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابدا الدهر بين الحفر. صحيح. اللي مكسوف يطلع صحيح الجبال ابو القاسم الشاب هيعيش طول عمره بين الحفر. احنا بنشكرك طبعا ضيفنا من القاهرة الداعية الإسلامي الدكتور عمر خالد، ومشاهدينا ومستمعينا يسرنا انه تعملوا فلو وتتابعوا الدكتور عمر خالد على موقعه على التويتر كما هو ظاهر على الشاشة. نلتقيكم ان شاء الله الأسبوع المقبل ان شاء الله بإذن الله. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.